أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أود أن أجدد الترحاب بكل المشاركين والمشاركات في الدبلوم حقوق الإنسان الذي هو من تقديم أكاديمية رواد الإلكترونية. سوف تكون معنا هذه الليلة محاضرة الأولى من المادة الثالثة بعنوان حرية التعبير وخطاب الكراهية، وسوف يصاحبنا فيها الدكتور المتميز والفاعل الحقوقي الدولي حسن سعيد المجمر، مسؤول عن شراكات والبحوث بمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان بشبكة الجزيرة الإعلامية، عضو في عدة اتحادات ونقابات محلية وإقليمية ودولية صحفية وحقوقية، عمل سابقا مديرا تنفيذيا لمنظمة العون المدنية العالمية بالسودان، ومدرب معتمد دولي في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان. فليتفضل. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، أشكرك على هذه المقدمة، يعني أتمنى أن أكون بقدر يعني ما ذكرت، وأنا سعيد جدا ألتقيكم في هذا المساء إن شاء الله سبحانه وتعالى، لعلنا يعني نفيد ونستفيد، وما أقدمه هو عبارة عن يعني معلومات اكتسبتها من بالتعليم والخبرة، وبعضكم قد يكون يعني أفضل مني كثيرا جدا في الاستفادة منها بإذن الله سبحانه وتعالى. فنبدأ إن شاء الله تعالى، نحن موضوعنا هو يتعلق بحرية التعبير وخطاب الكراهية. الآن أنا حرفع أشارك معكم هذا الملف، أتكلم عن موضوعين مهمين للغاية، حرية التعبير وخطاب الكراهية. ولعلنا نحن يعني من تجربتنا يعني كبشر مستخلفين في الأرض، فرض علينا أن نستخدم العقل مناط التكليف، فالعقل مناط التكليف هو الذي أهل ابن آدم لتلقي الرسالة ولإعمار الأرض، فبالتالي أن يكون لديك الحق أو القدرة على إعمال العقل على التفكير وعلى على اختيار العقيدة واختيار الأفكار والآراء المناسبة، هي الدافع بكل تأكيد إلى تبني آراء يعبر عنها تحقق المصلحة العامة. وبالطبع لا يمنع ذلك أن تكون هنالك آراء قد تتعارض مع صحيح الاعتقاد أو صحيح المصلحة العامة، لكن عندما كنا مؤهلين بفضيلة وبنعمة العقل أعطينا الحق في الاختيار. وبالتالي نحن اليوم نتكلم على أهم أو ركيزة الحقوق والحريات العامة، ركيزة الحقوق والحريات العامة. الآن لا أتحدث أنا عن الحقوق عن الحريات الأساسية، إنما أتحدث عن الحريات العامة التي هي مؤطرة بإطار من القانون وإطار من الأخلاق أو قيم المجتمع الذي نعيش فيه. فالفرد هو فرد، فالفرد هو جزء أساسي من المكون الاجتماعي الذي يعيش فيه، ويجد في نفسه دافعين، دافع قانوني لاحترام قيم الناس، ودافع أخلاقي لاحترام تربوي لاحترام قيم المجتمع الذي يعيش فيه. لذلك نتكلم عن قيم الأسرة وقيم المجتمع وقيم ثقافية وقيم دينية وهكذا في كل مناحي الحياة، في العلوم، في العمل، في الممارسة، في علاقاتنا مع الآخرين المختلف. في هذه المحاضرة سأحاول أن أجيب على 4 أسئلة، هي مكتوبة الآن 5 أسئلة، لكن أنا سأحاول أن أجيب على 4 أسئلة منها، ولعلنا نستمر في اليوم التالي للإجابة على السؤال الأخير. فالأسئلة الرئيسية الأولى تتعلق بحرية التعبير. تعطينا معلومات أو تعطينا معلومة مفيدة للغاية، حرية الرأي المتعلقة باحتناق الآراء والأفكار، وحرية التعبير المتعلقة بالتعبير عن هذه الآراء والاعتقادات. إذن كل من حرية من هاتين الحريتين تعبر عن حقوق معينة في مجال حقوق الإنسان، أو حريات معينة في مجال حقوق الإنسان.
فنحن عندما نتكلم عن حرية الرأي فنعني بحرية حرية مدنية، حرية احتناق الأفكار دون مضايقة كما تسمعوا، هي حرية مدنية، وهي الحرية الوحيدة الموجودة في مجال حقوق الإنسان التي تكفل القوانين الوضعية والتشريعات السماوية وحتى الأديان الدنيوية أو الأديان المبتعثة من ثقافات مختلفة، تكفل كل هذه المنظومة هذه الحقوق، هذه الحرية المدنية بشكل مطلق. يعني كل شخص عنده كامل الحرية في أن يحترق ما يشاء من أفكار، وأن يحترق ما يشاء من آراء، وأن يختار لنفسه ما يشاء من انتماءات، هذه لا يتدخل فيها كائن من كان. وهذه هي ركيزة تفضيل بني آدم. الله سبحانه وتعالى فضل بني آدم على سائر خلقه بأن مكنوا من أن يتفكر ما حوله، وأن يتعلم، وأن يختبر قدراته، وأن يصح عقيدته، فبالتالي يصل إلى صورة واضحة لشخصيته بناء على استقلالها في اختيار ما يراه من آراء وأفكار. إذن حرية الرأي هي حرية مدنية. طيب ما الفرق بين حرية الرأي وحرية التعبير؟ حرية التعبير هي حرية سياسية. حرية الرأي قلنا حرية مطلقة لا يمكن تقييدها، ولأنها لا تؤثر على الآخرين. أما حرية التعبير فهي التعبير عن الآراء التي احتنقها الفرد تجاه الآخرين، أن ينقل الفرد قناعاته الشخصية وآراؤه وأفكاره إلى آخرين، فعندما ينقلها إلى آخرين يصبح بذلك ممارساً لحرية التعبير، ممارساً لحرية التعبير. في الشريحة هذه تجد بعض النقاط أنا تكلمت فيها عن أن الإنسان عندما يتحصل على معلومات تساعد هذه المعلومات والمعارف في تشكيل استقلاليته وشخصيته، وبالتالي تكون لديه الكرامة الإنسانية. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيل. كذلك في اختيار المواقف التي يجب أن يتخذها على المستويين الشخصي والعام، وكذلك يعني حرية التعبير وحرية الرأي تمثلان ركنا أساسيا من أركان دباجة دساتير الدول والقوانين المتعلقة بتنظيم التمتع بالحقوق وممارستها. تنظيم، لا بد لنا أن نعي هذه الكلمة، سنأتي إليها لاحقا. يعني أرجو من بعض الزملاء ألا يعني يحاولوا التعديل في الملف، سيحدث خلل، وأنا الملف مغلق يعني لا يمكن التعديل فيه. إذن نحن نتكلم عن حريات، حرية رأي، ونتكلم عن حرية تعبير. حرية التعبير هي حرية سياسية، وحرية الرأي هي حرية مدنية. وحرية التعبير لا بد أن تنظم بإطار من القانون، والقانون نفسه كمصطلح يعني القيم الاجتماعية المثلى أو القيم المثلى في المجتمع المحدد. فالمشرع عندما يضع قانون يستلهم هذا القانون من إطار القيم الناظمة في هذا المجتمع، لأنه القانون يمثل المثل الأعلى المشترك في هذا المجتمع، حتى يعطي انطباع بأن هذه
بأن هذه الحدود الموضوعة الغرض منها فقط تنظيم التمتع بالحقوق. في هذه الشريحة اقتبست لكم يعني تعريفين. التعريف الأول يتعلق بمفهوم الحرية المكفولة بموجب القانون، والتعريف الثاني يتعلق بمفهوم الحرية الفردية. فإذا هذين التعريفين، بالله لو تكرمت أرجو عدم التأثير على لوحة العرض حتى لا يحدث يعني خلل، جزاكم الله خير. الذي يقوم بهذه الحركة أرجو أن يتوقف. إذن مفهوم الحرية المكفولة بموجب القانون هذا هو تعريفه الذي أوردته المقررة الخاصة للجنة الفرعية لمنع التمييز في العام 1990 في دراسة معروفة ومشهورة. هذه الدراسة استندت على تحليل المادة 29 من الإعلان العام لحقوق الإنسان المتعلقة بواجبات الفرد. إذا نحن عندما نتكلم عن ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير فنحن نتكلم عن كيان مهم جدا هو الفرد، الذي هو الأساس الذي تدور حوله كل هذه العملية، كل عملية الحقوق والواجبات، كل ما تقوم به الدولة. حتى الدولة عندما تنشأ من واجبات الرئيسية أن تكفل التمتع التام للأفراد بحقوقهم وحرياتهم الأساسية الواردة في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان. والشخص، أي فرد، أي شخص عنده كامل الحقوق باعتبار أن حقوق الإنسان هذه تولد مع كل إنسان، تولد مع كل إنسان بغض النظر عن لغته أو عن دينه أو عن جنسه أو عن رأيه السياسي أو عن انتمائه أو عن مركز والديه. ما دام هو إنسان فله كامل الحق في التمتع بحقوقه الأساسية. وهذا التمتع ينبغي في سواء كان في حرية مدنية في التفكير وتبني الآراء أو التعبير عنها، ينبغي أن يحترم فيه حدود حقوق وحريات الآخرين. يعني لا يتبنى شخص حقوق ويمارسها باعتداء على حقوق الآخرين. إذن بناء على ما تقدم فنحن يمكننا أن نتكلم عن مسألتين مهمتين للغاية. المسألة الأولى تتعلق بالإطار المعياري. هذه المسألة تهم تماماً الباحثين في مجال حقوق الإنسان، تهم الإعلاميين الذين يجتهدون في تشكيل المحتوى الإعلامي أو الخطاب الإعلامي الموجه للجمهور، وتهم بكل تأكيد منفذي القانون، وتهم كذلك القانونيين من قضاء ومحامين ومستشارين ومنفذي القانون من الشرطة وأمن وجيش، كل من هم يعني مكلفين بإنفاذ القانون. فإذا إذا أردنا أن نتحدث فلا بد أن نضع إطارا معياريا. هذا الإطار المعياري يقوم على مسألتين. المسألة الأولى هي البعد التاريخي، والمسألة الثانية هي المتعلقة بالإنفاذ على أرض الواقع. فإذا نحن في الإطار المعياري عندنا بعدين. بعد يتعلق بالصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي ورد فيها مفهوم حرية التعبير أو مفهوم حرية الرأي والتعبير، وبعد متعلق بالمعاهدات. ما الفرق بين الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والمعاهدات؟ الصكوك الدولية مفهوم واسع يشمل جميع المبادئ والإعلانات والمدونات والقواعد. هذه الصكوك الدولية تشمل أيضا المعاهدات والاتفاقات والبروتوكولات.
هذه الصكوك أو هذا المصطلح هو مصطلح جامع شامل يصلح أن يكتب في النص للإعلاميين ويصلح أن يشار إليه في الدراسات والأوراق والمقالات وكل ما يعبر عنه عندما نتكلم عن المطالبة بالحق وحمايته. فإذا نحن إذا فرقنا بين إذا أردنا أن نفرق بين المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان والإعلانات فنقول المعاهدات الدولية هي معاهدات أو اتفاقيات متعددة الأطراف كما هو وارد هنا اتفاق دولي معقود متعدد الأطراف وينظم القانون ويعني ممكن تتضمن وثيقة واحدة أو وثيقتين أو لاحقاً تكون هنالك وثيقة أخرى تسمى البروتوكول توسع الإطار القانوني المنطبق. ويتم في المعاهدات دائماً إجراءات القانون الدولي للمعاهدات وهي التوقيع والمصادقة والانضمام والتحفظ والنفاذ والتعديل والانسحاب. إذن بعد هذه المداخلة أو بعد هذه المحاضرة ينبغي أن لا يتكلم أحد منا وأن لا يكتب أحد من الصحفيين أو الباحثين عن أنه تم التوقيع أو المصادقة على الإعلان العالمي حقوق الإنسان أو على مدونة حماية المسجونين أو المدونة المتعلقة بسلوك الموظفين أو القواعد الدنيا لحماية السجناء كل أو مجموعة المبادئ. كل هذه المبادئ بما فيها الإعلان العالمي حقوق الإنسان سأتكلم لاحقا عنه بتفصيل تشكل مبادئ أخلاقية يجري التصويت عليها يجري اعتماد أخلاقية. والإعلان العالمي حقوق الإنسان عندما تم اعتماده في العام 1948 صوتت عليه الدول وبعد يعني فترة وجيزة هذه الدول توصلت إلى ضرورة أن تكون هنالك معاهدات اتفاقيات قانونية ملزمة. فالإلزام القانوني ينشئ على الدولة واجبات باحترام وحماية وتنفيذ الحقوق الواردة في المعاهدة تنفيذ باتخاذ تدابير تشريعية وتنفيذية يعني سن قوانين ووضع سياسات وإنشاء آليات. الاحترام اللي هي عدم التدخل في انتقاص الحقوق والحماية كفالة وسائل الإنصاف وتيسير الوصول لها ومنع إفلات الجناة من العقاب وإقامة سيادة حكم القانون على الجناة. فبالتالي الدولة هي الجهة الوحيدة المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان بشكل أساسي وتأتي لاحقاً لها المنظمات غير الحكومية مدافعين عن حقوق الإنسان ووسائل الإعلام وكل هؤلاء يلفتون انتباه الدولة إلى انتهاكات قد وقعت أو مخالفات قد وقعت أو عزف للحقوق والحريات قد أصاب التزاماتها الناشئة بموجب توقيعها ومصادقتها على المعاهدات. فإذن مجرد التوقيع هو إبداء حسن النية وحسن النية إبداء حسن النية مبدأ معروف في القانون الدولي. إبداء حسن النية بإتيان جميع ما نصب عليه المعاهدة من حقوق وحريات والامتناع عن إتيان ما يخالف هذه الحقوق والحريات. فإذن الإتيان أفعال محددة والامتناع عن أفعال محددة والغرض منها كفالة الكرامة الإنسانية التي سعى هذا التشريع الدولي لحمايتها. وهذه التشريعات الدولية هي تمثل الحد الأدنى المشترك بين الشعوب للذين يرغبون في معلومات زيادة يمكنهم الاطلاع على ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. إنه هذه الدول عندما اجتمعت أرادت أن تضع مثل أعلى مشترك يسهل بلوغه بين الدول، لكن اكتشفت بعد فترة طويلة إنه هذا النظام الدولي هذه الإعلانات والمعاهدات الدولية كلها تمثل الحد الأدنى. لأنه أي أحد منكم إذا سألت عن هل حقوق الإنسان محترمة الجميع يتكلم عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، عن استمرار الحروب، عن استمرار الفساد،
عن استمرار الاحتغال التعسفي، جرائم الإبادة، الجرائم ضد الإنسانية، كل الجرائم الكبيرة البشعة التي ترتكبها الأنظمة وترتكبها الجماعات التابعة القريبة للأنظمة وترتكبها الدول الكبرى وترتكبها الشركات الكبرى هي مستمرة على الرغم من وجود كل هذه التشريعات. فلذلك يعني هذه المعاهدات وضعت تفاصيل وتدابير للضمان التنفيذ، ضمان التنفيذ، وأحيت موضوع الرقابة، وبالتالي كان على المدافعين على حقوق الإنسان أن يقوموا بدور كبير، وعلى الصحفيين أن يقوموا أيضا بدور يعني أكبر، على وسائل الإعلام أن تقوم بدور أكبر أكبر، لأنه وسائل الإعلام تستطيع أن تؤثر بنقل رسالة النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان ومبادئ حقوق الإنسان مؤصلة ومفسرة، تستطيع أن تصل بها لكل بيت، وتستطيع أن تخاطب بها كل فئات المجتمع، بينما يعني في كثير من الأحيان أو في الغالب تعجز منظمات حقوق الإنسان مجتمعة أن تقوم بمثل هذا الدور إلا بمساهمة وسائل الإعلام. فبالتالي الحق في الإعلام هو حق إنساني أساسي، وحق الجمهور في المعرفة أيضاً هو حق إنساني أساسي. هذه المسألة تخلق أهمية التكامل بين الإعلاميين وبين النشطاء الحقوقيين الذين إذا اجتمعوا أخضعوا الدول التي تشكل النظام الدولي حول الإنسان أن تحترم الحقوق وأن تطبقها بموجب ما يرد من التزامات هي وافقت عليها بطوعها وإرادتها. أرجو أن يكون هذه المقدمة واضحة. هل هذه المقدمة واضحة؟ طيب، إذن نحن عندنا فيما يتعلق بالإطار المعياري سريعاً، عندنا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وعندنا الإعلان المتعلق بحقوق ومسؤولية الأفراد والجماعات وحيات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المحترف بها عالمياً من سنة 99، وعندنا خطة عمل الرباط بشأن حظر الدعوة إلى الكراهية القومية والعنصرية والدينية التي تشكل تحريضاً على التمييز أو العداء أو العنف سنة 2012. وأنا عاوزكم تركزوا جداً جميعكم إن شاء الله تعالى، أرغب في التركيز على هذه العناصر الرئيسية من الصكوك الدولية. أما فيما يتعلق بالمعاهدات، فعندنا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وعندنا الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وعندنا الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وعندنا طبعاً اتفاقية حقوق الطفل، ولدينا مسائل مهمة تتعلق بمخرجات آليات حماية حقوق الإنسان. عندنا نوعين من الآليات، آليات تعاهدية أي أنشئت بموجب معاهدات حقوق الإنسان، عندما تصادق الدول تدخل هذه الاتفاقيات في حيز النفاذ، تنشأ بموجب كل اتفاقية لجنة تعنى برصد تنفيذ هذه الدول لالتزاماتها الناشئة بموجب مصادقتها أو انضمامها. فإذن هذه اللجنة تقوم بالمساهمة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بالتعليقات العامة والتوصيات العامة التي تصدر من هذه الهيئات عند نظر لتقارير الدول. الدولة عندما تصادق على معاهدة معينة تعيد تقرير دوري بزمن في أزمان محددة في نص الاتفاقية، وقبل هذا التقرير الدوري تكون عدت وقدمت تقرير أولي وضحت فيه شكل النظام السياسي والوضع الاقتصادي وحق الفرد في الدخل القومي، نصيبه في الدخل القومي، تفاصيل كثيرة جدا أساسية، حتى تستطيع هيئة المعاهدة أن تطمئن على إمكانية وعلى وجود آليات
وأجهزة داخل الدولة تعنى بكفالة احترام وتنفيذ وحماية هذه الحقوق. فإذا هذه الهيئات عندنا منها التعليقات العامة والتوصيات العامة، وتستخلص هذه التعليقات العامة والتوصيات العامة من الممارسات الحسنة للدول في مجال إعمال الحقوق والحريات. مثلاً إعمال المادة 19 من المتعلقة بحرية الرأي والتعبير في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية، نشوف التعليق 34 المعروف والمشهور. هذا التعليق استخلص من ممارسات دول عديدة حول العالم، ممارسات حسنة. ويلفت أيضاً، تلفت هذه التعليقات إلى الأدوات التي يمكن أن تتبناها الدولة لتنفيذ هذه الحقوق والحريات، ولتعريف وتفسير بعض المصطلحات الواردة داخل المادة التي فيها التعليق. أنا حرفع لكم بعد قليل التعليقات العامة أو التعليق رقم 34 للجنة المعنية بحقوق الإنسان المختصة برصد تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. إذن تعتبر التعليقات العامة والتوصيات العامة والملاحظات الختامية التي تصدرها هيئات المعاهدات والقرارات الصادرة عن الآليات، سواء كان من الجمعية العامة أو من مجلس الأمن أو من مجلس حقوق الإنسان، كلها وبإجراءات مختلفة، كل هذه القرارات هي تعد مصدر أساسي من مصادر حقوق الإنسان. فبالتالي عندما نريد أن نكتب مقال أو نحضر محاضرة، هذه هي المعايير أو الإطار المعيار الذي ذكرت لكم. على مستوى الإعلانات والصكوك تكلمنا عن الإعلان العالمي وخطة عمل الرباط وإعلان الواجبات، وعلى مستوى المعاهدات تكلمنا عن المعاهدات هذه الأساسية الأربعة، وتكلمنا عن التعليقات العامة والتوصيات العامة. إذن الآن نحن أصبحنا مهيئين للدخول مباشرة في صلب الموضوع الذي يعنينا الآن فيما يتعلق بحرية التعبير. نسمع دائماً بأن هنالك مواد تتكلم بشكل أساسي على مستوى المعاهدات الدولية حول حرية الرأي والتعبير. فأول مادة من هذه المواد هي المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تتكلم عن حق كل فرد، حق كل فرد في التمتع بحرية الرأي والتعبير. والحق ده يشمل احتناق للآراء والأفكار دون مضايقة، الحرية المدنية التي تكلمنا عنها، ويشمل حقه أيضا في التماس الأنباء والأفكار، في طلب المعلومات وتلقيها، الاطلاع عليها، النفاذ إليها، ونقلها ونشرها إلى الآخرين بأي وسيلة ودون احتوار الحدود. سنتكلم لاحقا عن هذه المادة. إذن هذه المادة تبين لنا أن الإعلان العالمي هو الإنسان مجموعة مبادئ. هذه المجموعة المبادئ لا تفسر النصوص، وبالتالي الالتزام بها أخلاقيا. لكن بعد مرور زمن طويل جدا، واعتبر الإعلان العالمي الذي أقر في العام 1948 هو ركن أساسي للقانون الدولي هو الإنسان، ومزم قانونا بموجب رأي استشاري لمحكمة العدل الدولية، وبموجب أن عديد من الدول حول العالم نصت في دساتيرها على أن الإعلان العالمي هو على أنها ملتزمة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وهنا لا بد أن نبين هذه المسألة للمدافعين عن حقوق الإنسان وللصحفيين. فعندما تتكلم أنت عن الإلزامية الإعلان أو إلزامية المعاهدات، لا بد أن تتذكر في الإعلان أنه إذا الدولة لم تنص في الدباجة أو في الفصل الثاني أو في وثيقة الحريات حسب ترتيبه في الدستور، إذا لم تنص صراحة على أن الدولة ملتزمة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو ملتزمة بالصكوك الدولية لحقوق الإنسان فقط، لا يمكن أن تتكلم عن أن الإعلان العالمي هو مزم قانونا. فعندنا في دول عربية مثلا زي لبنان، ناص على أن الإعلان العالمي
هو وثيقة يلتزم بها قانونا. هي تقر بأنه الإعلان العالي هو الإنسان وثيقة ملزمة قانونا، لكن الدول التي تتكلم عن التزامها بالصكوك الدولية التي صادقت عليها أو التي وقعت عليها أو التي انضمت لها، إذن هنا الإعلان العالمي حول الإنسان لا يأخذ مركز الإلزام القانوني المنصوص عليه في القانون الدولي المستحدث أو في تطور القانون الدولي الذي نشهده في هذا العصر. هذه صورة واضحة جدا. ما الفرق بين مصادقة وانضمام؟ نحن نتكلم عن مصادقة، عن مصطلح مصادقة إنه الدول صادقت على الاتفاقية قبل الدخول حيز النفاذ، يعني أي اتفاقية أو معاهدة تنص على إجراءات سريانة بعدد معين من الدول. إذا بلغت الدول مثلاً 60 دولة، الدولة رقم 60 التي وقع التي صادقت وأودعت مصادقة لدى الوديع لدى الأمير العام للأمم المتحدة، تصبح الاتفاقية دخلت أو المعاهدة دخلت حيز النفاذ. أي دولة تأتي بعد ذلك للالتزام بإرادة طوعية فنقول انضمام. هذه مصطلحات تستخدمها هيئات المعاهدات، حتى أنتم إذا اطلعتوا على أي وثيقة من وثائق الأمم المتحدة تكلموا عن دولة منضمة، معناتها هذه الدولة التحقت لاحقاً بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وباتفاقية مناضلة التعذيب وباتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. إذن الآن الإعلان العالمي حول الإنسان في المادة 19 تكلم عن هذه المسألة بشكل واضح جدا، وأنا كما ذكرت لكم يعني هذه الثلاثة أسطر موجودة في كل تقريبا في كل ديباجات المعاهدات الدولية التي تتكلم على أنه الناس جميعهم هم يولدوا أحرار ومتساويين في الحقوق والكرامة، وكلهم عندهم حق التمتع بالحقوق والحريات دون أي تمييز. التمتع بالحقوق والحريات، لأنه نحن عندنا خلل كبير وجسيم عندما نأتي نتكلم عن حقوق الإنسان للمرأة، فالناس يعتقدوا إنه المطلوب مساواة، المطلوب في 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 قولنا أو في عملنا في مجال حقوق الإنسان أننا نطالب تماماً المساواة بين الرجال والنساء في الحقوق والواجبات. لا، نحن نتكلم عن الحقوق، الحقوق فقط، المساواة في الحقوق، أنها تتعلم وأنها تتزوج وأنها تشتغل وأنها تتلقى راتب وأنها تتلقى العلاج، وأن هذه الحقوق الأساسية لا يوجد تمييز فيها بين الناس بسبب لا جنسهم ولا نوع ولا لونهم ولا عرقهم ولا يعني دينهم ولا لغتهم تماماً. هذه المسألة عندنا واضحة ومؤصلة كمان في الشريعة الإسلامية في الأصلين في الكتاب والسنة. ننتقل مباشرة للمادة القانونية. تكلمنا عن المادة المبدأ في الإعلان العالمي، المادة 19. الآن نتكلم عن المادة القانونية في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهي ثلاثة أجزاء. نحن سنستغرق كل هذه المحاضرة في شرح هذه المادة، لأنها هي الأساس الذي ينقلنا بعد ذلك إلى الكلام عن خطاب الكراهية. فهذه المادة تتكلم عن ثلاثة أجزاء. الجزء الأول تتكلم عن احتناق الآراء، عن الحرية المدنية اللي تكلمنا عنها، الحقوق المدنية، لكل إنسان حق في احتناق آراء دون مضايقة، لكل إنسان، الخطاب العام لكل بني آدم، للناس جميعا، كل الناس عندهم حق الاحتقاد، لكن الله سبحانه وتعالى يحاسبهم في إعمال العقل مناط التكليف في اختيار ما هو يتناسب ويتلائم مع الطبيعة البشرية ومع الخالق الموجود الذي كرم الإنسان نفسه، الذي منح الإنسان إنسانيته ومنح الإنسان التفضيل
على سائر المخلوقات. فإذا المادة الأولى تتكلم عن الحرية المدنية، أما المادة الثانية تتكلم عن الحرية السياسية. وفي كل تعبير في هاتين المادتين يطلب من الدول أن تنص بنص قانوني صريح على حماية واحترام وتنفيذ هذا الحق، تمكن الأشخاص أنه يتمتعوا بممارسة هذا الحق، تمكن الأشخاص أنه تحميهم من انتهاكه، وتمنع الآخرين من انتقاصه بإطار القانون، بإطار القانون. إذن في المادة في الفقرة الثانية يتكلم عن عهد الدول الخضر حقوق المدنية السياسية، إنه حق كل إنسان في التعبير، ويشمل حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دون اعتبار للحدود. وفسر هنا، فسر على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو وسيلة أخرى. يعني إحنا الآن في عصرنا هذا يشمل التعبير على الإنترنت، وسائل التواصل الاجتماعي، الرسامي الكاريكاتير، الفنانين التشكيليين، المغنين، الملحنين، الشعراء، الموسيقيين، كل من يستطيع أن يعبر، المؤلفين، كل من يستطيع أن يعبر عن فكرة معينة هو يدخل في إطار حرية التعبير. لكن ممارسة هذه الحقوق المدنية، هذه الحرية المدنية وحرية التعبير، ممارستها غير مفتوحة للغاية، مفتوحة لأفق بعيد. الحرية المدنية، حرية التعبير، حرية التعبير ممارستها محددة وبواجبات ومسؤوليات معينة. يعني ونصت هذه الفقرة أمامكم إنه تتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 حرية التعبير، لأن الفقرة الأولى اللي قلنا لا يجوز لا التحفظ على هذه المادة، ولا انتقاصها، ولا منعها، ولا التدخل فيها، ما دام الشخص يختار إنه ينتمي لحزب معين ويتبنى فكر معين ويتبنى رأي معين، لا أحد يتدخل في اعتقاداته الفكرية التي أعمل فيها فضيلة العقل التي منحها الله سبحانه وتعالى وحق الاختيار والتكريم. خلاص هذه منتهية. أما في حرية التعبير، لأنك تنطلق بهذه الأفكار إلى الآخرين، فيجب عليك أن تحترم قيمهم وثقافاتهم حتى لا تحصل الفتن والتقاطعات التي سنتكلم عنها لاحقا في موضوع خطاب الكراهية. إذن الفقرة الثالثة، هذه مسألة مهمة، وأنا أدعوكم جميعا لتتبع هذه الفقرة وقراءة المقروءة مع التعليق العام رقم 34 حتى تتمكنوا بدقة من فهمها بشكل جيد، لأنه أنا أتكلم بشكل مختصر جدا. إذن ممارستها تستلزم واجبات ومسؤوليات، وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة. هذه القيود إنها هنتكلم عنها بالتفصيل، تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية، والاستثناءين معروفات: احترام حقوق الآخرين وسمعتهم، تمام، والأمن القومي والصحة العامة والآداب العامة والنظام العام. يعني أنت عندك في هذه المسألة في حرية التعبير عندك حق حرية الكلام، وعندك حرية الانتقاد، وعندك حرية ألا تعبر عن آرائك. فيما يتعلق بحقوق الآخرين أو سمعتهم، لا بد أن يوضح القانون ماذا نعني بالسمعة، وماذا نعني بحقوق الآخرين وحريتهم، حتى لا يعني يستغل المشرع وتستغل الدولة في منع الناس من انتقاد مسؤول، لأن المسؤول خرج من بيته ليقوم بخدمة الناس وانتدب من قبل الناس، فبالتالي سلوكه وأقواله في الإطار العام وممارساته في الإطار العام
هي محل نقد ولا يجوز مطلقا تقييده، لكن خصوصيته، سمعته المتعلقه باسرته، متعلقه بمسائله الشخصيه، هي ليست مكان يؤثر على او يتصل بادائه لمهامه او بممارسته لوظيفته او بانتخابه ممثلا او بامامته للناس. هذه مسألة مهمة جدا للتفريق فيها. فبالتالي طلب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية من الحكومات أن تحدد بنص القانون، وسنتكلم عن المسائل المتعلقة بكيف نحدد إنه الشخص خرج عنها وحجم الضرورة والتناسب والتفاصيل، هذه سنتكلم عنها لاحقا. أما فيما يتعلق بالأمن القومي والصحة العامة والآداب العامة والنظام العام، كل هذه المجموعة من المصطلحات تتطلب تفسير معين. ماذا نقصد بالأمن القومي؟ وماذا نقصد بالصحة العامة أو الآداب العامة، حتى لا يلقى القبض على أي ناشط حقوقي أو صحفي أو فاعل سياسي تكلم عن مسائل تتصل تهدد أمن البلد من منظوره أمن البلد هو أمنه كفرد. لأنه إذا فشلت الدولة عن تأمين معاش الناس وعن حمايتهم من الاعتداء على حقوقهم، فيصبح هذا يمس، هذا الانتهاك للأمن الفردي يمس الأمن القومي، ومن حق الأشخاص أن يحتجوا على ضرورة أن تقوم الشرطة بدورها في حماية أمن الناس، وأن تكف السلطات الأمنية عن ممارسة التعسف في إنفاذ القانون، وهكذا. لا بد أن يكون هنالك تفسير ملحق بكل قانون أو داخل القانون يفسر ماهية هذه المصطلحات. طبعا هذه الشريحة لن نتكلم عنها، لكن أنا أتيت بها لكم فقط لتعلموا أنه على المستوى الدولي، النظام الدولي هو الإنسان كمصطلح. عندما نقول النظام نعني مجموعة من الاتفاقيات تنشأ بموجبة آليات تسهر على التنفيذ. فالنظام الدولي دستوره هو ميثاق الأمم المتحدة، وميثاق الأمم المتحدة هو الحاكم الناظم لكل المعاهدات الدولية والإقليمية التي وكل القوانين المحلية التي لا يجب أن يكون هنالك أي قانون يأتي مخالفا لنصها الصريح، خاصة المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، وكذلك الإعلان العام لحقوق الإنسان منصوص عليه، لأنه ركيزة الحقوق والحريات منصوص عليه في ديباجة ومقدمة كل المعاهدات. فبالتالي نحن عندما تكون لدينا أنظمة إقليمية لحقوق الإنسان، ونحن نتكلم عن الحق في الخصوصية في تعزيز الحقوق الخصوصية الثقافية، لأنه أنا في مطلع هذه المحاضرة تكلمت عن أن القانون هو القيم المسلمة في المجتمعات، فبالتالي الأفارقة لديهم قيم وممارسات مثلا، يمكن إطار القانوني أن يشكل بعدا آخر في تعزيز هذه الحقوق. طبعا في مبدأ في القانون الدولي اسمه النظام الأفضل، سنتكلم عنه لاحقا. إذا كانت الدولة أو مجموعة الدول عندها قوانين مستخلصة من مصادر مختلفة تؤسس أو تؤدي إلى تحقيق إنصاف وتمتع بالحقوق وصون الكرامة الإنسانية، فتلتزم بها وتتحفظ على المواد. فبالتالي الدول الإسلامية دائما بعضها يقول نحن نتحفظ على أي مادة تخالف الشريعة الإسلامية كما تقول المملكة العربية السعودية، وبعض الدول تقول أن لديها قوانين مستمدة من التشريع الإسلامي هي أفضل من ما هو منصوص عليه مثلا في المادة 16 من العهد من الاتفاقية السيداء والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال ضد التمييز على المرأة، أشكال التمييز ضد المرأة. لاحقا سنأتي نتكلم، والأبرز هي المادة 23 من الاتفاقية الدولية حقوق الطفل، التي تكلمت بصراحة ووضوح فيما يتعلق بالتبني، أجازت التبني وقالت ولكن ودعت الدول إلى إمكانية استخدام نظام الكفالة، النظام الكفالة، النظام الإسلامي الذي توجد فيه الكفالة، وهي نظام أفضل لتحقيق مبادئ حقوق الطفل، مصلحة الفضلة
والبقاء والنمو والاستماع لآراءه ومصلحته الفضلة في البقاء مع والديه. ليه؟ حتى يتشرب قيم الأسرة وقيم المجتمع. لذلك الكفالة في الإسلام اتجهت لها دول غير مسلمة. ليه؟ لأنه الطفل عديم الأبوين أو الطفل اليتيم عندما يكفل أو المنفصل عن ذويه بأي سبب، للحرب أو لأي سبب إن كان، أو للتشرد لأي سبب إن كان، عندما يكفل من في داخل أسر المجتمع يتشرب قيم المجتمع وينهض كما ينهض المجتمع بدوره في حماية وفي تعزيز الكرامة الإنسانية. لكن عندما ينشأ هؤلاء الأطفال منعزلين في دور رعاية فيخرج معظمهم عندهم أزمات وأحقاد وغم على المجتمع. هذه المسألة واحدة من الفضائل التي استمدت من الشريعة الإسلامية إلى القانون الدولي حقوق الإنسان وحققت النظام الأفضل. إذن نحن في المساق الأفريقي حقوق الإنسان والشعوب في المادة 9 تكلم عن حرية الرأي والتعبير، وعندنا في المعاهدة الأوروبية حقوق الإنسان المادة 10، والمعاهدة الأمريكية عند المادة 13، والميثاق العربي حقوق الإنسان المادة 32. وطبعا ده بيعطيكم حجم اهتمامنا نحن بموضوع حرية التعبير في منطقتنا العربية. شوفوا خطينه في المادة كم من ناحية الترتيب. وبعدين هذه دعوة لكم حتى تطلعوا على هذه المواد وتجدوها، وأنا سأرفق لكم الوثائق حتى تكونوا على اطلاع بها. إذن نحن الآن في هذه الشريحة الموجودة أمامكم نتكلم عن أن حرية التعبير هي بهذا الشرح المقدم هي مهمة وركن أساسي لكل الحقوق والحريات، وهذه هي الأمثلة. دون وجود حرية التعبير لا توجد حرية ممارسة سياسية، مشاركة سياسية، ولا توجد حرية تأسيس جمعيات تقدم خدمات، جمعيات إنسانية أو جمعيات حقوقية، جمعيات تقوم بتقديم بالاستجابة للمطالب الحاجية، وجمعيات تقوم بالاستجابة للمطالب الحقوقية. لأنه الناس إذا لم يعلموا بحقوقهم لم يحترموها، لم يحترموا حدودها، وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله. فالعلم مقدم على الإدانة، العلم المسبق مقدم على الإدانة. وبالتالي ذكرت أهمية الإعلام، فالإعلام هو المطلوب منه أن يقوم بهذا الدور. إذن حرية التعبير موجودة في حرية الممارسة السياسية، موجودة في حرية الفكر والوجدان، وعدم جواز الإكراه، حتى إكراه الشخص على أن يعبر عن انتمائه لحزب أو انتمائه لآراء معينة دي تعتبر فيها خلل. لذلك كل المحاكمات المبنية على الحق في احتناق الأفكار هي محاكمات لا تقوم على رجلين. نحن نحاسب الأشخاص المفكرين الذين يقومون بنشر أفكارهم التي تضلل المجتمع أو تخل بانتظامه أو تؤثر على القيم، تحدث التمييز زي ما ذكرنا، تثير القومية العنصرية الدينية وتشكل تحريض على التمييز والعداوة والعنف. لكن إذا كان الشخص محتفظ بآرائه لنفسه خلاص لا يجوز على الإطلاق إكراهه. وهنالك نصوص في الشريعة في الكتاب تتكلم بصورة قطعية الدلالة على معناها لا تحتمل التأويل. الناس الذين درسوا الشريعة والقانون يعرفوا هذه المسألة. هنالك نصوص، كل القرآن نصوص قطعية الدلالة، قطعية النزول والثبوت، وبعضها قطع الدلالة على معناه لا يحتمل على معناه لا يحتمل التأويل، وبعضها قطع الدلالة على معناه يحتمل التأويل. ليه؟ حتى يصبح بقدر وبحق العلماء والمفكرين والمشرعين أن يتبصروا ويستنبطوا الأحكام تجديداً لتناسب قيم الدين وقائع الحال، وقائع الحال أو مستجدات العصر. فإذاً نحن فيما يتعلق بحرية التعبير ضربنا أمثلة في كل حقوق الإنسان،
في حقك في التنقل، في حقك في العمل، في حقك في المشاركة، في حقك في الانتخاب، في أن تنتخب، أن تصوت، أن تمارس وظيفتك، أن تمارس في السوق المنافسة الكاملة كتاجر، لا بد أن تكون متاحة لك حرية التعبير بمتع التام بحقوقه وحريات الأساسية. هذا المسألة، هذه المسألة مهمة جدا عندما نتكلم عن حرية التعبير، هي ركن أساسي لجميع الحقوق والحريات الأساسية. هذه الشريحة تبين لكم على وجه الدقة مسألة حرية الرأي، وتبين لكم على وجه الدقة ما هي الممارسات التي يمكن أن تشكل انتقاص لها أو انتهاك لها. وفي الفقرة الخامسة إنه اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، تكلمنا عنها اللي هي معنية بحقوق الإنسان في تعليق رقم 10، تكلمت عن عدم جواز الانتقاص حق الآراء الفعلية أو المتصورة أو المفترض، وأنا تكلمت عنها بشكل واضح جدا، ويمكنكم إنكم أنتم بما في ذلك حصر الإقراء، ويمكنكم تطلعوا على هذا التعليق، ونحن إن شاء الله تعالى سنضع من هذا التعليق سؤالين أو ثلاثة في الاختبار. هنا أضع أمامكم أشكال حرية التعبير. فإذا نحن في المادة 19 تكلمنا عن الحق في التماس المعلومات، في طلب المعلومات، تقديم طلب المعلومات، أي فرد عنده حق طلب المعلومات، والصحفيين عندهم حق طلب المعلومات والنفاذ إليها، إنه يطلع عليها وينشرها، وكمان هذه المعلومات تساعد في اتخاذ القرار. يعني الانتخابات لا بد أن أكون عارف المرشحين وعارف برامجهم بتدرج معين عشان أقدر أنتخب، لا بد أكون عارف الإحصاءات فيما يتعلق بالسكان، لا بد أكون عارف الموازنة العامة وتفاصيلها. لذلك أنا أحيي كل الصحفيين حول العالم الذين يحرصون على تنوير الرأي العام بالحقوق المرصودة أو بالمبالغ المالية المرصودة في الموازنة العامة للدولة. ليه؟ لأنه حتى الفرد يعرف فيما يتعلق بالحق في الصحة كم، فيما يتعلق بالبحث العلمي كم، فيما يتعلق بالتعليم الأول كم، فيما يتعلق بالحق في العمل كم، لتوفير الفرص حتى يتمتع الشعب أو أفراد الشعب بحقهم أو بنصيبهم في الدخل القومي، ويكافحوا العصف أو الفساد أو الإقصاء الذي تمارس عديد من الأنظمة على مجموعات معينة بسبب الرأي السياسي أو غير السياسي أو الانتماء العرقي أو سبب الدين أو سبب اللغة. فإذن الحق في الحصول للمعلومات هو حق أساسي من حقوق الإنسان، تكلمت عنه الجمعية العامة للأمم المتحدة في سنة 46، اعتبرته حق أساسي من حقوق الإنسان، واعتبرته أساس لكافة الحريات التي تكرس الأمم المتحدة جهودها من أجلها. يعني نحن النظام الدولي أو الأمم المتحدة عندها 4 مقاصد. مقصد رئيسي من المقاصد التي نتكلم عنها الآن هي احترام الحقوق والحريات الأساسية، بما في ذلك كفالة المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء، وكفالة المساواة بين الشعوب، حتى لا يأتي شعب يقول نحن الشعب المعظم لأنه غني، أو الشعب الفقير لأنه، أو الشعب الملول لأنه، أو الشعب المتدين في دين. لنا هذا الحق هو حق أساسي مكفول لكل هؤلاء الناس، وينبغي على الدول إنها تسن تشريع، تتخذ تدابير تشريعية وقضائية وتنفيذية تكفل هذا الحق. والآن
تقريبا في 100 دولة أعدت قوانين تتعلق بتنظيم الحصول على المعلومات. وهذه مسألة مهمة أذكركم بها، عندما تنص المعارضة